السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي. أحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. أعمال ترميم جسر حنبلي على وشك الانتهاء خلال الأيام العشر القادمة. دوليا، فوز نجم كرة القدم السابق جورج واعة في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا. إليكم تفاصيل النشرة. انتقل السيد محمد علي جديله إلى رحمة الله بعد صراع طويل مع المرض، ويعتبر المرحوم رجل سياسي منذ عام 1963 وأحد النواب، وهي شخصية مرموقة في منطقة تجورة وأبخ. وكان المرحوم من مواليد 1939 وأب ل18 أبناء والعديد من الأحفاد، وترك وراءه أرملة. وتم انتخابه كمستشار إقليمي لأول مرة في عام 1963، وتم انتخابه مرة أخرى في الجمعية الوطنية حتى عام 1992. وقد بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتقمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد برفقة وزير النقل السيد محمد عبد القادر وعمدة مدينة جيبوتي بزيارة إلى جسر حنبلي المعروف بالجسر الإيطالي، وذلك من أجل التطلع على التقدم المحرز في أعمال بناء هذا الجسر وطريق نجاد الذي ما زالت أعمال بنائه قيد التنفيذ. ويقوم هذا الجسر وطريق نجاد الجديد بدور هام من حيث تسيير حركة المرور بين جيبوتي العاصمة وبلبلة وبقية الطرق في البلاد، كما يسهمان في تنشيط الحركة المرورية بين مختلف طرق البلاد. وتأتي أنشطة ترميم وإعادة بناء الجسر عقب توقف حركة المرور بسبب أعمال إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أيام العشر القادمة. ومن جانبه مدير الوكالة الجيبوتية للطرق عبر عن سروره لما شهده من حسن السير عملية ترميم وبناء هذا الطريق. معالي وزير النقل والمعدات السيد محمد عبد القادر موسى علق على أهداف زيارة رئيس الوزراء لجسر حنبلي، والذي دخلت عمليات إعادة تأهيله في مراحلها الأخيرة. تفاصيل وعبد القادر عبدي. قمنا بزيارة تفقدية لجسر حنبلي، وذلك بهدف اطلاع عن غرب على عمليات إعادة تأهيل جسر الحنبلي، وقد تم إنجاز أعمال كبيرة، وكما ترون فما تبقى من عمليات البناء قليل جديد، ونأمل أن يتم إعادة افتتاح الجزر في غضون 10 أيام أو أسبوعين كأقصى موعد. وإجمالا فإن شركتان صينيتان المكلفتان بإعادة التأهيل وترميم الجسر قد قامت بالمهام المنوطة بها على الأكمل، وأنتهز هذه الفرصة لإشادة بشركتين. وفي مسعى لتخفيف من حدة الازدحام قمنا ببناء طريق يربط بين بلدتي ببلبلة وبالعوص، وقد تم افتتاح طريق النجاد منذ يوم أمس بعد انتهاء من تشييده. تحت شعار لنساعد الفنانين الجيبوتيين أقيمت أمسية تضامنية على شرف الفنانين فؤاد أحمد المعروف باسم إلكا عسي والفنانة القديرة فاطمة أحمد دنبيل، وذلك في قصر الشعب. وشارك في هذه الأمسية العديد من الفنانين أمثال عبد نور للي و أمينة فرح وفرقة الغزالي، أضاف إلى الفنانين منهم الفنان يوسف حمد والفنانة فافي هارون. وحضر هذه الأمسية الثقافية دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري،
وكوادر من دائرته وأعضاء الحكومة وعمدة مدينة جيبوتي إضافة إلى جمهور غفير. هذا وعرب كل من الفنانة فاطمة أحمد والفنان فؤاد المعروف بإلكا عسي عن بالغ شكرهما للأشخاص الذين ساهموا ماليا وماديا مرورا بأعضاء الحكومة والمجتمع المدني، ودعمهم اللامحدود لهما ولإنجاح هذه الأمسية التضامنية. كما أقيم معرض للفنون للفن التشكيلي من قبل الرسامين الجيبوتيين لبيع هذه التحف الفنية لصالح صندوق التضامن لكل من الفنانة فاطمة والفنان فؤاد. المرسومة من قبل الفنانين الجيبوتيين خاصة الذين تخرجوا من المعهد الجيبوتي للفنون. وفي كلمة لعميد الفنانين الجيبوتيين أشاد بهذه الأمسية التضامنية، كما قدم الشكر والامتنان لوزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف على دعمه من أجل نجاح تنظيم هذه الأمسية، وشكر رئيس الجمهورية الذي يقف دائما إلى جانب الجيبوتيين من أجل تقديم الدعم المطلوب لهم، وقال إنني أتقدم أيضا بالشكر لجميع المساهمين في تنظيم هذه الأمسية التضامنية للفنانين الجيبوتيين والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشونها. ومن جانبه أشاد وزير الثقافة بهذه الأمسية وعبر عن سعادته لما شاهده من التضامن القوي من قبل الحكومة والشعب الجيبوتي لدعم الفنانين الجيبوتيين والوقوف إلى جانبهم. من ناحيته أكد دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا لترقية الفن الجيبوتي، كما أشاد بدور الفنانين الجيبوتيين وأوضح أن هدف إنشاء المعهد الجيبوتي للفنون هو تشجيع الشباب لممارسة العديد من الفنون المختلفة، معربا في الوقت ذاته عن استعداده للدعم والوقوف إلى جانب الفنانين الجيبوتيين، حيث أن الفنان يلعب دورا كبيرا في وسط المجتمع المدني. برئاسة رئيس الجمعية الوطنية عقدت الجمعية الوطنية مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية، وذلك في مقر البرلمان،
ومثل الحكومة في هذه الجلسة دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهدون. وشارك في هذا الاجتماع نائب رئيس الجمعية الوطنية مدير المكتب ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية إضافة إلى المقرر العام للميزانية. وتطرق مؤتمر رؤساء إلى ثلاثة مشاريع قانونية، وهي مشروع قانون رقم 213 حول سلامة استغلال السكك الحديدية، ومشروع قانون رقم 214 حول المصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة جمهورية جيبوتي وحكومة الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الإثيوبية المتعلق بإنشاء نقطة حدودية مشتركة، وأخيرا مشروع قانون رقم 217 حول المصادقة على معاهدة الاعتراف بالدراسات والشهادات ودرجات وألقاب أخرى في التعليم العالي في الدول الإفريقية. وأبدى النواب المجتمعون موافقتهم لتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة القادمة المكرسة لمناقشة هذه المشاريع. هذا وسأل أحد النواب عن التأخير دون تقديم أي سبب في إنجاز مشروع ميناء تاجورا، والذي توصل إلى مرحلة صعبة، وقال يجب فتح تحقيق حول هذا الموضوع، كما أن توظيف العمل في ميناء تاجورا المستقبلي لا يجد حلا عادل، وذلك دون التشاور مع الموظفين لتوظيف الأولين. وردا على هذه على سؤاله قال وزير الداخلية: أنا أريد التحدث حول مسألة طرحها سيد آدم، وقد تحدث عن ميناء تاجورا، ونحن قمنا بحل هذه المشكلة مسبقا، وقد انتهت هذه المسألة نهائيا. واليوم شباب تاجورا، وقد شاهدتم وشاهدت أيها في شبكة الاجتماعية فيسبوك أن شباب تاجورا عبروا عن سعادتهم عن الإنجازات التي اتخذت من قبل الحكومة الجيبوتية. وفيما يتعلق باللامركزية، سأل أحد النواب عن متى ستتولى اللامركزية اهتماما بالغا لتصبح حقيقية على أرض الواقع وعلى المنتخبين المحليين ممارسة مسؤوليتهم. وردا على هذا السؤال قال وزير اللامركزية: إن نقل القدرات ما زالت محدودة في هذا الوقت طالما ليس هناك قدرات فعالة، كما أن وزير الميزانية لا يستطيع التحدث عن نقل الميزانية. ولذا نحن اليوم نجتمع معا ومع الوزارات القطاعية، وإن موضوع اللامركزية هي عملية ولا بد من انضمام الجميع، ويجب الحصول على نتائج ملموسة، وذلك من خلال التوعية والوعي العام، ويجب مشاركة النواب المعارضين وأغلبية البرلمانيين. وإن اللامركزية ليست شأن دائرة واحدة، وذلك يتطلب مشاركة الجميع. قام كل من رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيد إسماعيل عبد الغفار برفقة السفير المصري في جيبوتي والسفير الجيبوتي في مصر بزيارة إلى البنيات التحتية المينائية. إذا التفاصيل حول هذا الموضوع للتحدث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل مجد المقبل. أهلا بك مجد. أهلا بك حسناء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حدثنا تفاصيل هذه الزيارة نعم، توجه الوفد بقيادة البروفيسور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بزيارة إلى ميناء دورالي، حيث يعتبر هذا الميناء ضمن سلسلة من البنيات التحتية العملاقة، وهو ميناء متعدد الأغراض في جيبوتي العاصمة، ويستطيع عبور الآلاف من السيارات وملايين الأطنان من البضائع المختلفة سنويا. هذه البنية التحتية الجديدة ذات طابع عالمي يؤكد موقعها كأحد المراكز التجارية الأساسية في القارة،
كما تفقد الوفد تجهيزات والمعدات الضخمة التي يحتضنها ميناء دورالي، وأيضا ميناء دورالي متعدد الأغراض الذي يشكل جسرا بين آسيا وشرق إفريقيا لتبادل البضائع والمواد الخامة. ويتمتع هذا الميناء بحاملات عملاقة للحاويات عددها 12 حاملة على رصيف طوله 1200 متر، ويستطيع استيعاب السفن الكبيرة التي تحمل حوالي 15,000 حاوية. حسناء، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي منظمة تعليمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف للتعليم والتدريب والأعمال البحرية، وموقعة في مدينة الإسكندرية. وأنشئت فكرة إقامة الأكاديمية كمعهد إقليمي للنقل البحري في اجتماعات لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية في 11 مارس 1970، وقد تأسست في عام 1972، حيث تقوم بدعم العمليات التعليمية من خلال إنشاء الأكاديمية المكتبات، والتي تلعب دورا رئيسيا في دعم الأنشطة التعليمية، وهي مكتبة متخصصة من أجل الاستفادة من المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. كما التقى وزير التجهيزات والنقل السيد محمد عبد القادر موسى حلم في مكتبه مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البروفيسور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل. وجرت هذه المقابلة طبعا بحضور العقيد وعيس عمر مقري قائد خفر السواحل الجيبوتية والأمين العام لوزارة التجهيزات والنقل، إضافة إلى كوادر من الوزارة، وتعلقت حول وضع استراتيجية لتأهيل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشباب الجيبوتي العاملين في المجال البحري. شكرا مجد على هذه التوضيحات للزيارة حول التفاصيل الأكاديمية، ونتابع ما تبقى من النشرة، حيث استقبل رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حدي في مكتبه الوزاري وفدا رفيع المستوى، ذلك بقيادة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية السيد إسماعيل عبد الغفار إسماعيل. وحضر هذا اللقاء مسؤولون من سلطة الموانئ والمناطق الحرة وسفيري الجيبوتي في مصر والمصري في جيبوتي، ويذكروا أن حوالي 30 موظفا من ميناء جيبوتي تلقوا تدريبات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وبعد تبادل الآراء قام رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حادي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية السيد إسماعيل عبد الغفار بالإبرام على اتفاقية تتعلق حول تدريب الطلاب الجيبوتيين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات. وذكر رئيس الأكاديمية العربية أن هذه الأكاديمية تنفذ أيضا برامج التدريب في مختلف المجالات كمجال النقل والسكك الحديدية والطرق، وهذه الأكاديمية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، ويشارك في عضويتها الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وفي مداخلة له تحدث رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد أبو بكر عمر حادي عن الشراكة القائمة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية. التفاصيل مع عبد القادر. إن الطلاب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم مؤخرا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سيتولون مستقبلا قيادة السفن، فضلا عن العمل في المجالين الفني والكهربائي ومجالات أخرى في الشركات الوطنية للنقل البحري. ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية الدورات التدريبية التي توفرها الأكاديمية، وهي دورات تتم بالجودة العالية وفقا للمعايير الدولية. إن هذه الأكاديمية هي منظمة تعليمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي تتبع جامعة الدول العربية، وهي قريبة جغرافيا لجيبوتي، وبإمكان الطلاب الاستفادة من التخصصات المختلفة، وقد تخرج منها بعض الطلاب الجيبوتيين، ومنهم أول شابة جيبوتية تخصصت في قيادة السفن، وقد تسدلت دفعتها والتي ضمنت نحو 600 طالب وطالبة.
وتجدر الإشارة إلى كوادر جيبوتية في قطاع النقل البحري تتولى استقبال ومرافقة السفن من وإلى ميناء جيبوتي الدولي المستقل. استقبل العقيد وعيس عمر بقري قائد خفر السواحل الجيبوتية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيد إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، وتعلقت المحادثات حول العلاقات الثنائية بين المؤسستين في مجال التأهيل البحري والطرق وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيد إسماعيل عبد الغفار إسماعيل بالجهود المبذولة من قبل خفر السواحل الجيبوتية والأهداف الملموسة من خلال مهام هذه المؤسسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خفر السواحل الجيبوتية هي مؤسسة هامة في مجال الأمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية. كما أشاد أيضا بالعقيد وعيس عمر بقوري قائد خفر السواحل الجيبوتية بالإنجازات التي حققها من أجل تطوير هذه المؤسسة. وانتهز الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل هذه السانحة لتفقد المنشآت المينائية لخفر السواحل ومناطق العمليات. اختتمت شبكة الوطنية الإيمانية لمكافحة ومناهضة ختان الإناث في فندق أكاسياس بجيبوتي العاصمة ورشة عمل استغرقت 4 أيام، حيث تطرقت الورشة حول كيفية تعزيز قدرة أعضاء الشبكة التي تسعى إلى التوعية حول التخلي عن ممارسة هذه العادة التي تترتب عليها ضرر نفسية وجسدية واجتماعية. وعقدت مناسبة اختتام الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بتعاون الوثيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جيبوتي بحضور رئيسة قسم البرامج لدى وزارة الشؤون الإسلامية السيدة زينب موسى دوالي. رئيس لشبكة الشامخات أن نختتم هذه الدورة وقد استفدنا منها كثيرا ورأينا فيها أمورا تشجعنا على العمل وترفع من قدراتنا وإمكانياتنا في الدعوة ومحاربة هذه العادة الضارة، عادة قديمة لم يأتي بها الإسلام ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اختتنت بناته، ولم يأمر من كان يدخل في الإسلام من النساء أن يختتن، ولذلك لا يوجد دليل في القرآن الكريم يوجب الختان. وكذلك ما ورد من الحديث في السنة النبوية الشريفة حديث ضعيفة وبعضها مؤولة، ولهذا رأينا وارتئينا وتوصلنا إلى منع هذه العادة، وحيث أن دولتنا الرشيدة جمهورية جيبوتي قد سبقت الدول فصنت من القوانين ما يحظر هذه العادة الضارة ويعاقب فاعله بالسجن والغرامة، نطلب من كل العلماء والمشايخ في البلد أن يقفوا صفا واحدا لمحاربة هذه العادة، لقوله سبحانه وتعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. ورصد كاميرات تلفزيون الوطني انطباعات المشاركين في هذا اللقاء لاختتام دورة تدريبية استمرت 4 أيام، فلنتابع. هذه الورشة استفدنا فيها بدأت من تاريخ 25 إلى اليوم 28 مدة 4 أيام، هي لرفع قدرات أعضاء الشبكة الشامخات وأيضا تزويدهم بمعلومات أثناء نزولهم للميدان، وكيف يكون لديهم معلومات لتوجيه الرسالة التي ألقيت علينا، وكيف نخاطبهم عن طريق الناحية العقلية والعاطفية. وأيضا استفدنا في هذه الدورات رفع القدرات العلماء الدين، وأننا لا نخاطبهم عن طريق العقل فقط مثل الحوارات والمناقشات التي لا تنتج
على لا نستطيع أن نطلع فيها في استنتاج أنها لها فائدة، وإنما أن نخاطب أولا العاطفة التي تتركز على الإنسان أكثر. إذا مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل إلى ساحة الدولية ولمناقشة حول المواضيع الدولية. ينضم إلينا زميل عبد القادر عبدي. أهلا بك عبد القادر. أهلا بك. فاز جورج ويعا نجم منتخب ليبيريا وأسطورة كرة القدم الإفريقية في الانتخابات الرئاسية، ما هي التفاصيل حول هذه الدولية؟ شكرا زميل عصمة. نعم، فاز جورج ويعا نجم منتخب ليبيريا وأسطورة كرة القدم الإفريقية بانتخابات الرئيسية في ليبيريا ليصبح رئيسا للبلاد بداية العام الجديد 2018. وأصبح جورج ويعا الرئيس رقم 25 بعد أن فات في الانتخابات في 12 مقاضعة. حصل خصمه جوزيف بوكي الذي يشغل منصب نائب رئيس للبلاد منذ 12 عاما على أغلبية أصوات مقاضعتين فقط. وجه جورج ويعا أفضل لاعب في إفريقيا والعالم سابقا لكرة القدم شكره للناخبين على ثقتهم لأصواتهم في الانتخابات الليبيرية التي حسمت لصالحه. بجانبه هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة عبر حسابه تويتر جورج ويعا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا قائلا: تهانينا لجورج ويعا أفضل لاعب في إفريقيا والعالم سابقا على انتخابه رئيسا لليبيريا. وأجريت يوم الثلاثاء الماضي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ليبيريا التي حسمت لصالح أسطورة كرة القدم الإفريقية السابق جورج ويعا. ويعد جورج ويعا 51 عاما المهاجم الإفريقي الوحيد الذي نال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 1995 ليكتب اسمه بأحرف من الذهب في صفحات تاريخ القارة السمراء. وانتقل أسطورة ليبيريا بعد نهاية مشواره الكروي إلى ساحة سياسية بعد حرب أهلية الثانية لبلاده في البلاد، وكانت أولى محاولاته على مقعد الرئاسة في عام 2005 لكنه خسرها، كما أغفق في حصول على منصب النائب الرئيسي في عام 2011. إذن عبد القادر، الآن ننتقل إلى مصر حيث أن هناك قتلى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة، أعطينا عن تفاصيل هذا الهجوم. هاجم مسلحان قوة الأمنية حول كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوبية القاهرة بباب من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة، مما أدى إلى مقتل طابت والمجندين وفراش الكنيسة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من مقتل أحدهما في حين أصيب الآخر أثناء مداردة الشرطة له قبل أن تتمكن من اعتقاله. ونقلت وكالة الأنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية قوله إن الأجهزة الأمنية بالوزارة نجحت في إحباط هجوم المسلح على إحدى الكنائس بمنطقة الحلوان بمحافظة القاهرة، وتمكنت من قتل أحدهم في تبادل لإطلاق النار وداردة الآخر. وقال المصدر إن الخدمات الأمنية المعنية لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان فوجئت بقيام المسلحين الاثنين لإطلاق النار على الكنيسة، فقامت على الفور بمبادرتهما إطلاق النار. وأشار إلى أن القوات الأمن أغلقت محيط المنطقة بكامل. ويأتي الهجوم اليوم برغم إعلان السلطات المصرية خطة الأمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. إذا شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.